السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف عند جميع الشركات أنه لابد من استخدام السوشيال ميديا للتسويق وللإعلان وحتى يظهر الشركة وشو الخدمات اللي تقدمها وشو يميزها عن الآخرين، تواصل مع جمهورها. فالسوشيال ميديا باختلاف أنواعه هو عبارة عن محطات لا غنى عنها أبدا، ولكن السوشيال ميديا قد تكون خطيرة أو تشكل يجمعها ريسك، بلاش خطير، يجي معها ريسك بالنسبة للمخاطرة بسبب الاعتماد الكلي عليها لتحقيق المبيعات أو الريفينيوز أو غيرها. وهذا الأمر بيجي لعدة أسباب، من أهمها إنه منصات السوشيال ميديا ما في عليها فول كنترول من قبل الشركات. أنت كشركة تستخدم السوشيال ميديا كمصدر أو كوسيلة عشان تحصل منه ليد وتتواصل مع عملائك وهكذا، ومع ذلك أنت بأي لحظة ممكن الأكاونت تبعك يوقف، ينعمل له ريستريكشن، ينعمل عليه، يتسكر، يتهكر لا سمح الله، تكسر بوليسي معينة بتكون أنت مش منتبه لها أو مش عارف عنها، ويترتب عليها تبعات أنك تفقد الأكسس هالكامل. اوكي، هذا الشيء مش شائع ومش كل يوم بنشوفه عند كل الشركات يعني، ولكنه ممكن، شفناه بيحصل، شفناه بيتكرر. فشو الحل للموضوع هذا؟ يعني كيف تقدر تعمل ميتيجيشن للريسك اذا صح التعبير؟ بكل بساطه بانك يكون في عندك نوع من التواصل اللي انت بتملك ادواته وبتملك مفاتيحه، يكون فول كنترول إلك أو لشركتك من خلال. كيف؟ عشان توضح صورة أكثر خلينا نيجي نقسم أونلاين ترافيك لثلاث أقسام. في عندك قسم بتسميه إنه ترافيك يو أون، ترافيك أنت بتملكه. شو هذا الترافيك اللي أنت بتملكه؟ هو عبارة عن الداتابيز الخاصة في المتعاملين بالبروسبكت اللي موجودين عندك في CRM، اللي عندك أسماءهم، تليفوناتهم، إيميلاتهم، بيانات عنهم، وهم زودوك في هاي البيانات، وعندك قناة مفتوحة معهم تقدر تواصل معهم من خلالها، ومش سبام. مهم جدا مش سبام، يعني ما تحسب لي حساب إنه والله أنا عندي مثلا 200,000 ريكورد لكل أصحاب العقارات من دبي مثلا، ولا كل اللي عندهم سيارات مرسيدس أبصر كيف جاي بالداتا وحاطها عندك، بقول أنا هذول بعتبرهم ترافيك أيون. لا، هذا ترافيك يو سبام مش ترافيك يو أون. لا، ترافيك يو أون هو عبارة عن كونتاكت ديتيلز لعملاء محتملين أو عملاء حاليين أو عملاء تعاملوا معك سابقا وعندك منهم كونسنت إنك تتواصل معهم، بيتوقعوا رسالتك، بيعرفوها. أوكي، هذا أول نوع من الترافيك وهو أهم نوع، وهذا النوع اللي بلشت فيه لأنه هو النوع الأساسي والكور. وعندك نوع ثاني من الترافيك، ترافيك يو دونت اون بات ترافيك يو كنترول. مثل شو؟ مثل الترافيك اللي بتجيبه من خلال اعلانات ممول، تعمل اعلانات على جوجل، على فيسبوك، على انستغرام، على يوتيوب. انت بتتحكم نوعا ما بالترافيك هذا، انه مين الناس اللي بدك توصلها، ولما توصلها وين بدك اياهم يروحوا، ولما يروحوا على المكان اللي بعتهم عليه او اللاندنج بيج، وشو بدك اياهم يعملوا هناك. فانت يو كنترول هاي هذا الترافيك، تتحكم فيه، بس انت ما بتملكه. متى بتملكه؟ اذا هذا الترافيك عمل كونفرجن، تحول كونفرتد، صار من ترافيك من واحد زائر الموقع عندك لحد سجل بياناته ودخل عندك على الانستغرام، ولا على دخل عندك على السي ار ام، دخل عندك على الواتساب شات، تحول صار عندك في الـ في الـ في السي ار ام في السيستم جوا. فاذا هذا النوع الثاني لو ترافيك يو كنترول، الترافيك اللي بتقدر تتحكم فيه. سو صار نوعين، ترافيك انت بتملكه وترافيك انت بتتحكم فيه. في ترافيك ثالث انت لا بتملكه ولا بتتحكم فيه، وهو هذا الترافيك اللي بيجي من خلال الشيرز مثلا، شيرنج، الانجيجمنت اللي بتصير. والله انا شفت شغله على اليوتيوب ولا على الفيسبوك، والشغله سمعت بمعنى شو؟ بمعنى انه عجبت الناس وصاروا يشيروها، وفلان يبعثها لفلان وفلان. فانت الان بطلت تقدر تتحكم بهذا الترافيك، مين يشوف شو، وين تروح بالقصة. برضو نفس الفكرة، نتيجة هذا الترافيك
انه بيوصل لديستنيشن معين، الى لاندنج بيج او لمكان معين او ل يعني محطه معينه انت بتكون حاطها فيها الكونتنت اللي انت ناشرها، والمفروض انه يصير في كونفرجن كمان، يتحول يدخل عندك على السي ار ام ويصير ترافيك يو كنترول. اذا سجلوا بياناتهم الناس اللي تفاعلوا معك وشافوا المحتوى يصيروا ترافيك يو كنترول. لان اذا بتلاحظ انه كل انواع الترافيك بتصب على ترافيك يو كنترول، ترافيك يو اون، على الترافيك اللي انت بتملكه. بمعنى انه هدفك الاساسي دائما كشركه انك تكثر الترافيك اللي بتملكه، تكثر الداتا بيس تبعتك، الكونتاكتس اللي للناس اللي ممكن يكونوا عملاء محتملين او ممكن من في وقت ما يحتاجوا خدمتك او منتجك ويشتروها، فانت بتزيد فيها هاي القاعده، قاعده البيانات بتزيد فيها. الان متى نرجع للسؤال الاول طرحناه في اول الفيديو، اذا كان ما عندك هاي البول، اذا ما عندك هاي القاعده، اذا ما عندك مكان بتحط فيه ترافيك انت بتملكه، فاذا انت كل شغلك كل شركتك عايشه على الحفه، عايشه على ترافيك انت يو كنترول اذا بتعمل اعلانات، وعايشه على ترافيك يو دونت كنترول اذا عايش بس على الاورجانيك بوستس وغيرها بالصوره هاي. ممكن يجي على بالك تقول طب ما انا حتى الاعلانات اللي بعملها بحط نموذج للناس بيعبوها وبتواصل معي على الواتساب او ببعثوا لي رسائل على الانستغرام، بهالصوره صار عندي البيانات تبعتهم. بقول لك اوكي، انت هون قطعت نص الشري، نص الشوط. الشوط كامل انه الداتابيز الخاصه في او قاعده البيانات الخاصه في المتعاملين المحتملين لابد انها تكون حيه. شو يعني حيه؟ برضه هذا كونسبت ثاني لازم تنتبه له كبزنس ليدر. في عندك نوعين من الداتا، على تعريفي خلينا نقول لك اوكي، على الطريقه اللي انا بقدمها فيها. عندك داتا حيه، داتا ميته. الداتا الحيه هي الداتا اللي موجوده في سي ار ام وتولد داتا جديده. كيف بتولد داتا جديده؟ يعني عندك قاعده بيانات مثلا، خلينا نقول والله ب 1000 شخص هذول موجودين عندك في السي ار ام، وصلهم منك ايميلات. الداتا الجديده انه ممكن اذا فتح الايميل فهي داتا بتبين، اذا ما فتح الايميل داتا برضه بتبين، بعمل كليك على رابط معين انت بعثته في الايميل برضه هاي داتا بتبين، اذا زار صفحه معينه عندك على الموقع الالكتروني بتبين، بتتسجل في الداتا، فهي الداتا بتضلها تعمل جنريشن لداتا جديده، بتعمل داتا بتولد داتا، بتولد اكتيفيتيز، كلها داتا هي. فالداتا الحيه هي فقط الداتا الموجوده في السي ار ام، والسي ار ام لازم يكون اكتف. شو يعني اكتف؟ يعني في محتوى، في حركه بتصير فيه، في كامبينز بتصير فيه، في قصص اكتف بتحرك على طول. هذا النوع الاول من الداتا، داتا حيه. في داتا ثانيه، داتا ميته. الداتا الميته اللي هي شو هي؟ اللي هي عندك اكسل شيت والله بالكمبيوتر، ابصر وين عندك، وهاي فيها ارقام تليفونات لناس، شو قصتهم، شو صار، شو بيعملوا، تدريش. ممكن عندك باك جراوند عامي عنهم، والله هي مثلا داتا بيز لاصحاب شركات، داتا بيز لاصحاب بيوت، داتا وات ايفر، وابصر كيف جايبها. او ممكن تكون الداتا الميته هي عباره عن داتا في الواتساب، ارقام تليفونات كلها في الواتساب او في التليفون عندك، في البوك دايركتوري بالتليفون عندك، والارقام هاي التليفونات كلها لها ناس، برضه هاي داتا ميته تعتبر. الداتا الحيه الوحيده هي الداتا اللي موجوده في اكتف سي ار ام وتولد داتا جديده فقط، هاي هي. فانت عشان تحكم السيطره على الموضوع هذا لابد انه يكون في عندك سي ار ام حي اكتف جوا هذا السي ار ام. دائما هدفك انك السوشيال ميديا بوست والاد وكذا انك تحاول تربطها وتوديها على سي ار ام، داتا بيانات الناس هاي تدخلها كلها على سي ار ام حتى تكثر من قاعده البيانات تبعتك وترفع من فرص رفع المبيعات وفرص انه يعني قاعده كل ما كانت قاعده بيانات اكثر او اكبر كل ما كان لك فرص انك ترفع مبيعاتك وتعمل جروث اكثر. الان مره اخرى نرجع للسؤال اللي طرحناه في اول الفيديو، كيف هذا الحكي بيعمل ميتيجيشن او بيقلل من الريسك او من نسبه المخاطره في اعتمادك الاساسي على السوشيال ميديا؟ اذا كانت لا سمح الله صار عندك اي دروب في السوشيال ميديا، توقف الحساب، تسكرت، هكر، فيسبوك زعل عليك وقال لك بلوك اذا عملت لك لايك لشغله فيسبوك بدوش اياه، مش عاجب يوتيوب مثلا، حكيتك كلمه فيديو مش عاجب فيسبوك ولا مش عاجب يوتيوب، واحد بطل يحزن عليه ومسع على الايام هاي، بدل اذا تسكر حسابك شو بتسوي؟ بيكون في عندك داتا بيز حي، هاي داتا بيز تسندك، هاي داتا بيز ناس مشتركين في الميل ليست تبعك بيوصلوا منك كوميونيكيشنز بشكل مستمر،
سواء كانت على الايميل او على الواتساب او على الاس ام اس او غيرها من قنوات الاتصال، بتسندك وبتحمي شركتك من انها تصير فيها دروب. فعشان هيك لازم يكون في عندك هذا الاستراكشر، وبدون هذا الاستراكشر صراحه انت زي ما حكينا تكون البزنس تبعك على الحفه. يعني مش شرط انه ينهار لا سمح الله، بس هو عرضه لذلك، عرضه انه يتاثر. وبديش اقول لك انه عبال ان بلغ الامر انه تنهار وتخسر الشركه بس لانه مثلا ما عندهاش سياره، لا مش لهالدرجه، بس تتاذى تخسر، تضطر تاخذ قرارات صعبه انت بغنى عنها. فعشان هيك عمر بيتك، جهز السياره، متاكد انك انت بتبني ببيتك، مش بتبني لفيسبوك، مش بتبني كونتنت وفولورز وكذا لانستغرام. شكرا ما بيقولوا لك اصلا يا زلمه، بدفعوك فلوس لما بدك تعلن، ولما بدك تنشر اورجانيك ما بيوصلوا رسالتك ل 2-3% من متابعينك. فلا تبني بيتك برا، لا تبني بيتك بارضك. ارضك هي السياره تبعك، السيرفر تبعك، هاي الاشياء التكنيكال للاسف كثير نقاط الشركات ما بينتبهوا لها، ما بيعرفوا عنها، بسببها بيكونوا عرضه للخساره او للمخاطره. انت اذكى من هيك، ابني سي ار ام وابني الدنيا ببيتك، او بيتك ابني بارضك. اتمنى اني اكون قدرت اوصل الصوره بطريقه مش معقده تقنيا. لو استفدت من الفيديو وحبيته انشره لحد، انشره وشاركه مع حد ممكن يستفيد منه. شكرا على المتابعه، واذا بدك مساعده في بناء هذا السي ار ام والتكنولوجيا الخاصه في تطوير الاعمال احنا جاهزين. هذا صميم عملنا في فام، فام كونسلتنج شغلنا هو بناء هذه الأنظمة للشركات. تقدر تتواصل معنا من خلال الرابط اللي موجود تحت الفيديو أو الزر اللي تحت الفيديو إذا أنك بتشوف هذا الفيديو على الموقع الإلكتروني عندنا. في أمان الله، والسلام عليكم.